your microphone from this wedge, okay? Hello. Ladies and gentlemen. سيداتي سادتي أهلا إلى الجلسة المتعلقة بالتنمية أو التطوير والابتكار والسياسات الفعالة لشمل الجميع والتحول الرقمي. إن هذه السياسات يمكن أن تكون منشطا لتنفيذ خطة 2030 للتنمية، ويمكن أن تسمح بالنهوض بتنفيذ أهداف خطة 2030 ومقاصدها. وكذلك في الوقت نفسه إن التغير التكنولوجي المتسارع يتأتى عنه تحديات كثيرة. قد جمعنا خبراء رفيعي المستوى وكذلك ممثلين عن جهات مختلفة من أجل التفكير بالعمل الذي نقوم به في تنفيذ أهداف التنمية المستديمة من خلال تكنولوجيات الاتصال والمعرفة. تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وفي هذه الدورة سنشدد على شرح الظروف التي نتحدث عنها، وبعد ذلك نتقدم بالحلول ونطرح الأسئلة. اسمي نادية، أنا من هيئة أو لجنة التوجيه في دي سي يو كواليشن حول حوكمة الإنترنت، وينضم إلي دييغو مولانو رئيس بزنس أكشن دعما لهذه المبادرة. شكرا على حضوركم وعودتكم إلى هذه القاعة بعد استراحة الغداء. هذه الجلسة ستكون طويلة ولكن ستكون مثمرة برأيي. مهمتي الأولى أن أقدم لكم المحاضرين، وسأطلب منهم أن يقدموا أنفسهم ويعرفوا عن أنفسهم. ولكن قبل ذلك، حتى يتعرف واحدنا على الآخر، سأطلب من الجميع أو من كل منكم أن يقدم نفسه، وكذلك أو أطلب منكم أن تقولوا لنا شيئا خاصا عنكم في عملكم أو سر، أو أخبرونا بسر لا يعرفه أحد. اسمي ديالو لورمانو من كولومبيا، وأنا رئيس الـ ICC، وأنا لا أستطيع أن أنام، ليس بسبب فارق الوقت، ولكن لأنني يوم الخميس صباحا يجب أن أعود إلى منزلي، ولدي حديث مع زوجتي. خلال عملي قد استثمرت وفرات قد اقتصدتها خلال سنتين من أجل إنشاء صندوق رأس مال عامل، وانهار مشروعي، ولم أكن قد أخبرت زوجتي بهذا المشروع، والآن سأضطر لمصارحتها بهذا الموضوع يوم الخميس. شكرا. اسمي سيلين سادا بنابين، وأنا المديرة العامة لاي بي ام فرنسا، وانا اعمل عفوا مع اي باي وليس اي بي ام، اي باي منذ 12 سنة، وانا مديرتها في فرنسا. موضوع لم اتحدث به الى احد هو انني في كنت مرة كنت شخصية جوفي في ديزني لاند مرة ولعبت هذا الدور. اسمي جاكسون شيبوي، أنا من هيئة الناظمة للاتصالات في كينيا. اسمي جاكسون شيبوي وأعمل على تنفيذ القانون في هذا المجال، وتابعت مسار الجافا، كل الشركات الكبرى في مجال الإنترنت، وعملت على تنفيذ القانون في
بالنسبة إليها، وذلك بالنسبة إلى السنتين المقبلتين. لدي مشروع بالانتقال إلى قطاع الزراعة. بشاركة داتا، أنا من الهند وأعمل على تكنولوجيا المعلومات وعلى الإعاقات. لدي سر، ألا وهو أنني أتدرب على مهنة الدي جي، أي الذي يقوم بإحياء السهرات الموسيقية. اسمي أندري ساستري، أنا إسباني ولكن أعمل في أوروغواي في جمعية الاتصالات من أمريكا اللاتينية، لا أستطيع أن أتحدث أو أقول، هذه المرة الأولى التي أتحدث فيها أمامكم حول هذا الموضوع. وهل لديك أنت سر؟ نعم، أنا قد نظمت أغنية لليوروفيجن ولكن لم أرشحها ولم أقدمها. حسنا، يبدو أننا سننعم بسهرة ممتعة هذه الليلة مع الدي جي ومع كاتبة الأغاني ومؤلفة الأغاني. أول سؤال هو: ما هي الحواجز التي تواجهها الدول النامية عندما تقوم بتنفيذ بعض المشاريع في التحول الرقمي؟ وما هي الدروس التي يمكن استخراجها؟ أرجو أن تكتفي ب3 دقائق من أجل الإجابة. تفضل. شكرا. إن التحول الرقمي مهم بالنسبة إلى الجميع، هو مهم بالنسبة إلى الصناعات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، وهو أولوية ويشكل تغييرا ثقافيا. وبالرغم من أن لهذا القطاع تحديات مشتركة مع قطاعات أخرى على المستوى العالمي، بما في ذلك القيود على الميزانية غياب الرؤية أو إمكانية للتنبؤ والبروز عبر كل تجربة الرقمية والمستخدمين النهائيين، وكذلك بالرغم من الافتقار إلى القيادة، نلاحظ أن الاقتصادات في الدول النامية تواجه تحديات فريدة من نوعها وحواجز فريدة من نوعها تسيء إلى هذا التحول وتؤثر سلبا على هذا التحول. فذلك لأنه بسبب ثقافاتهم يمكن أن يفسر الأشخاص بشكل خاطئ الأولويات، يضعون أولا أو في رأس أولوياتهم البنى التحتية فيما لا ينظرون إلى المفهوم برمته، مفهوم التحول الرقمي. العائق أو الحاجز الثاني هو الطابع المعقد والجامد بعض الشيء في البنى التحتية القديمة في هذه الدول، تستدعي بناء الجسور بين هذه البنى التحتية، وفي بعض الأحيان لا تعمل بشكل متطابق ومنسجم فيما بينها، مما يؤدي إلى انهيار أو العدول عن هذه الفكرة بسبب كلفتها الباهظة. ثالثا، الافتقار إلى الموظفين ذوي المهارات العالية، وهذا مرادف بالنسبة للاقتصادات النامية، مرادف لافتقارها للتكنولوجيات المتطورة والمعرفة في هذه الدول. إن الأمن السيبرني أيضا يخيف بعض الاقتصادات وبعض الدول، لأن هذا الخوف هو خوف من المجهول، ويمكن أن ينسب البيئة التشريعية القانونية الضعيفة جدا،
مما يجعل الأشخاص غير متقبلين لهذه التحولات وهذه التغييرات. وأخيرا الحاجز الأخير هو النمو المطرد وتنوع أو تنويع التكنولوجيا، وهذا قد تسبب بسباق حقيقي من أجل اللحاق بالركب، خاصة بالنسبة إلى الاقتصادات التي تتطور بسرعة. من هنا هذه الاقتصادات قد يتعذر عليها اللحاق بهذا الركب إذن، وتتوقف عن المحاولة. شكرا شكرا. ننتقل إلى الإسبانية الآن. أرجو أن تضعوا سماعاتكم. أندريس، باستطاعتك أن تقدم لنا شركات الاتصالات في أمريكا اللاتينية وأغلبية هذه الشركات من القطاع الخاص، نظام واحد فيه إمكانية للتشغيل المتبادل interoperability، وهذا مهم جدا حتى يمكن المواطنين وشعوب من الاستفادة من التكنولوجيات هذه ومن فرص التنمية التي تترافق معها. ما هو الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من أجل تسهيل هذه المهمة؟ شكرا جزيلا يا دييغو، شكرا على هذا السؤال. أمامي 3 دقائق، وبالتالي سأبقى أو سأتحدث عن المسائل الملموسة. دورنا الأساسي هو أن نبعث جوا من الثقة لدى مواطنينا فيما يتعلق بنظام الاتصالات وخدماتنا، وعلينا أيضا أن نعمل مع الحكومات أن نحسن أو أن نوسع رأس المال البشري والموارد البشرية، وكذلك أن نحسس أن نحسن البنى التحتية. ومنذ بعض الوقت نركز على الربط الشبكي وعلى إمكانية التشغيل المتبادل فيما بيننا، وهذا لا نجده في كل سلسلة الرقمية. قد نجده بالنسبة إلى خدمة الرسائل الصوتية أو غير ذلك من خدمات لا تعمل بشكل متبادل بشكل سليم، ولكن يجب أن نواصل العمل من أجل تعزيز ثقة المستخدم والفعالية. والثقة مرتبطة باحترامنا وحمايتنا للخصوصيات وللحياة الخاصة للمواطن، وبالتالي هذا يفترض سياسة معينة بالنسبة إلى البيانات وإمكانية استخدام البيانات الخاصة، ولكن ليس على حساب المواطنين. ونحن نقوم ب أو نجري دراسة ومسح في أمريكا اللاتينية حول ثقة والأمن بالنسبة إلى المواطنين، والمواطنون اليوم 64% منهم أكثر خشية اليوم من السنة الماضية حول استخدام الشركات الخاصة لبياناتهم من أجل الاحتيال أو لمآرب تجارية. وهناك أيضا خشية من طرف الشركات، خشية من ترقيم البيانات الخاصة لأنها تخاف من قرصنة هذه البيانات وهذه المعلومات. من هنا حاجتنا لنظام أهل بالثقة حتى يعرف المواطن ما هي البيانات التي يتم تناقلها وهل هي محمية. كما قال الرئيس ماكرون، نحتاج أو من مسؤوليتنا أن نحمي المواطن، أن نحمي المستخدم وحياته الخاصة، وأن نستخدم في الوقت عينه البيانات التي هي ملكه، ولكن من أجل الاقتصاد الرقمي وبشكل سليم. موضوع آخر يمكن أن نساهم فيه هو تدريب الموارد البشرية. ففي أمريكا اللاتينية شابان من أصل أو شخصان من أصل 3 في من بين الشبان غير قادر على استخدام التكنولوجيات الحديثة، ونحن يجب أن نمكنهم ليس فقط على استخدام التكنولوجيات الجديدة، ولكن يجب أن نمكنهم على من اختراع التكنولوجيات الجديدة. شكرا شكرا سليم.
أطلب منك أن تجيبي على هذا السؤال، ما هي العناصر في السياسة المعتمدة التي يمكن أن تشجع الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال؟ كيف يمكن أن نتأكد من أن عددا كبيرا ومتزايدا من الشركات الصغيرة يستفيد من هذه الخدمات؟ أنا أعتقد أن الشركات الخاصة وبشكل خاص إي باي تتيح فرصا رقمية للشركات الصغيرة وللشركات من كل الأحجام، ومنذ إنشائها أي قبل 20 سنة تقدم إي باي بيئة أو منصة آمنة تسمح لكل المشترين والبائعين من كل الدول الوصول إلى العالم، وهذا يسمح للبائعين بأن يبيعوا كل الحاجيات إلى 117 مليون شخص في العالم، واليوم لدينا الملايين من البائعين، مثلا 99% من الشركات المدرسية في فرنسا، عفوا من الشركات الصغيرة في فرنسا تبيع خارج فرنسا وتبيع منتجاتها لعشرين دولة أخرى، وهذه الشركات يجب أن تدفع رسما عندما تبيع عبر إي باي. أينما كنت وحتى لو كنت فردا أو شركة تبيع، تتمتع بالفرص نفسها حتى يكون لديك البروز أمام العالم أجمع عبر إي باي. ونحن مقتنعون بأن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم هي التي ستحدث النمو في المستقبل، ونحن نعتبر أن الشركات الخاصة والسلطات العامة يجب أن تضافر الجهود من أجل تمكين أو من أجل ضمان هذا النمو. والمشترين أو البائعين يقدمون بعض المعلومات حول تجربتهم، ونحن نسهر على استخراج دروس منها. يجب أن نتأكد من أن الجميع يصل إلى الإنترنت السريع في أي مكان، ولا نريد لريادة الشركات أن تعاق بسبب غياب الإنترنت. موضوع آخر، يجب أن نحسن البنى التحتية المتعلقة بالشحن، ونحتاج لهذه البنى التحتية أن تكون سريعة ويمكن التعويل عليها وبسعر معقول، وأن تكون شفافة. إذا ما كنت تريد أن تبيع منتجا ما، لا يمكن أن تطلب من شركة صغيرة أو من فرد بائع أن يكون لديه أرقام أربعة مختلفة أو أرقام تعقب مختلفة ومتعددة لطرد واحد، وبالتالي من الضروري أن يتم التعويل على الخدمة التي نقدمها، ونقدم معلومات شفافة. إذن الموضوع الثالث هو أننا نحتاج إلى التبسيط وإلى تحقيق الاتساق بين مختلف أطر التصدير، وهذا يفترض ويشرك الجمارك في عملنا ومختلف أجهزة، مختلف الأجهزة الإدارية. من هنا يجب أن نحقق الانسجام على مستوى مثلا معدلات القيمة المضافة، وبالتالي في أوروبا على أي حال، ونحن مستعدون للعمل مع كل الشركاء من أجل ذلك. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة الآن لميشاكا. ميشاكا، قلت إن الموضوع لا يتعلق بالتكنولوجيا بل بالإنسان، بالأشخاص، و تتعلق بقدرتنا على فهم ودراسة هذا الموضوع، ونسأل ما هي السياسات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تسهل هذا العمل؟ أنت باستطاعتك أن تجيبي على هذا الموضوع. هذا سؤال مهم، والاعتبارات الثقافية يجب أن
تتفهم أن المستخدمين متنوعون، مستخدمو التكنولوجيات الرقمية، كانت على الهواتف الصغيرة أو على آلات أخرى، وأن استخدام الإنترنت لا يقتصر على بعض الدول أو بعض اللغات، بل هو عابر للأجناس، للتوجهات الجنسية وللمهارات كافة. والإنترنت قد لا يكون مكانا مريحا بالنسبة إلى الجميع، أو حيزا أو مجالا وفضاء مريحا بالنسبة إلى الجميع، خاصة أولئك المهمشين أو الذين لديهم احتياجات خاصة أو إعاقات. ولكن عندما نتحدث عن الوصول إلى الإنترنت، هل يكفي بأن نؤمن ونضمن لمجموعة سكانية الوصول إلى الإنترنت، أو نحتاج إلى أن نذهب أبعد من ذلك ونرى من في هذه المجموعة السكانية يصل ويستفيد من الإنترنت ومن لا يستفيد منها، وذلك بسبب معايير ثقافية؟ إذن في بعض الأحيان يجب أن نتأكد من أن النساء لا يقيد وصولهن إلى الإنترنت. وبالتالي الباحثون بيّنوا أن عددا كبيرا من النساء والفتيات اللواتي لا يتحدثن أو يجدن اللغة الإنجليزية لا يثقنا ولا يشعرنا باستقلالية حقيقية لدى استخدام الإنترنت، وبالتالي يبقون على هامش هذه الفضاءات، فضاءات الإنترنت أو حيز الإنترنت، وهذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. شكرا جزيلا. الآن أعطي الكلمة للديناميك كواليشن، التحالف الدينامي، من أجل التحدث عن تحديات التحول الرقمي. السيد كريستوفر يو سيتحدث عن ربط من لم يرتبط بعد بالشبكة. نحن نعمل في مقاربات مبتكرة من أجل ربط من لا يستفيد من الربط الشبكي، والربط بين الإنترنت وأهداف التنمية المستديمة، ونعمل مع المؤسسات المالية في العالم، وقد لاحظنا أن هذه هي الحلقة المفقودة من أجل الاستثمار، من أجل تحقيق حلم ربط الجميع، الربط الشبكي للجميع في العالم، والاستفادة من فوائد الإنترنت في العالم. من بين الأمور التي نقوم بها الاختبارات التي نستخدم فيها المعايير الأكاديمية في البحوث العلمية، وكذلك في استخدام التكنولوجيات أو المناهج المتعلقة بالاختلاف وعدم الاختلاف أو عدم التمايز. وهذا نقوم بتنفيذه من أجل تقييم العمل الذي نقوم به، وخاصة تقوم به الحكومات التي تقوم بتقديم خدمات الإنترنت، ونقوم بذلك في رواندا، فانواتو، والنيبال، من أجل القيام بتشخيص عن بعد للخدمات الصحة وخدمات للأمومة، وكذلك التنمية الاقتصادية وخدمات في مجال التعليم، ونقوم ب دراسة وتحليل الأدبيات حول هذا الموضوع، ونقوم بتقييم منهجنا هذا، وعندما ننشر نتائج دراساتنا هذه نكون الأوائل في هذا المضمار، وبالتالي نحن نؤمن بمساهمتنا في المستقبل، وكذلك نساهم في تمكين الربط والتمكين للمليارات القادمة، أي لتزايد عدد السكان في العالم في مجال والمساعدة وتقديم الخدمات في مجال البنى التحتية والطاقة والبنى الاقتصادية، البنى التحتية الاقتصادية والشراكات،
وتأمين ذلك لمختلف الجماعات السكانية في عالمنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كريستوفر. الآن الكلمة الآن لأوليفيي كريبان، تفضل. تفضل. أنا منتصامي من Dynamic Coalition for Internet Values، وسأتحدث باسم أوليفيي لوبلون. إن العمل الذي تقوم به أو يقوم به التحالف الدينامي للقيم الجوهرية للإنترنت يقوم بحفاظ على انفتاح الإنترنت وصون الإنترنت كحيز مفتوح وشامل وعالمي. وبهذا المعنى نحن نقوم بعمل يساعد في تسريع تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستديمة كلها. وكنا نعمل في مجال النمو الاقتصادي أو المساواة بين الجنسين أو الابتكار الصناعي وغيره. نحن نقوم بصون الإنترنت والحفاظ عليه كوسيلة عالمية تسمح بتوسيع كل الفرص وإتاحة الفرص والربط عبر الحدود وتسريع أو تعزيز التعاون، وهذا يسمح بتحقيق كل أهداف التنمية المستديمة. كان لي حديث مع صديق وقلت له على مر التاريخ اجتمع الأشخاص الخيرون من أجل إحداث التقدم، وهذا ما شهدناه في الإنترنت. قال نعم، كل الخيرين هنا يعملون على الإنترنت وهذا ما نقوم به. ونحن عبر محافظة على الإنترنت وصون الإنترنت كوسيلة عالمية، ونحن في عملنا على القيم الأساسية والجوهرية للإنترنت نساهم في التقدم. شكرا جزيلا. شكرا. أود أن أسأل السيدة كي من دي سي on gender وإنترنت governance، الحكمة الإنترنت والمساواة بين الجنسين، هل باستطاعتك أن تتحدثي عن الهوة الرقمية خاصة فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين؟ شكرا جزيلا. إن التحالف الناشط من أجل المساواة تناول كل هذه القضايا بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين. أود تقديم بعض الملاحظات بهذا الشأن. أولا، معالجة موضوع الانتفاع بالإنترنت والوصول إليها مسألة أساسية، فثمة فجوة فاصلة بين انتفاع الرجال والنساء، وهذه الفجوة تزداد اتساعا حسب البلدان والأقاليم. وهذه الهوة لا تتعلق بالوصول فحسب، بل القدرة على الاستفادة والتمتع بحقوق الإنسان، وكذلك الاستفادة من الإنترنت بغض النظر عن القدرات أو الإعاقات. فضلا عن ذلك، فثمة بعض المجموعات السكانية لا تحظى إطلاقا بتغطية على صعيد الإحصاءات التي تميز على أساس الجنسي أو الوضع الاقتصادي، ولذا فإن IGF قد أشار في المكسيك في عام 2016 أن بعد إدخال هذه المناهج بعدة سنوات لم تراعى هذه الجوانب بعد. فضلا عن ذلك، فثمة جوانب محورية في هذا المقام، ثمة عوامل تؤثر في الانتفاع والقدرة على الانتفاع بالإنترنت، على سيما على أساس العرق أو التوجه الجنسي أو الإعاقة التي قد يشكو منها بعض الأشخاص. ونحن بحاجة إلى وضع مؤشرات تتعقب هذه الأوضاع. فنحن إذن نرى أن هنالك بعض التحيز الذي يتخلل المنظومة بأسرها، ولذا
فنحن بحاجة إلى مراعاة هذه الجوانب جميعا عند اعتماد النهج. جون كار هو المتحدث التالي، وهو من التحالف النشط من أجل حماية حقوق الطفل. شكرا، إنه لمن دواعي شرفي إذ أشارك في هذه الندوة باسم التحالف النشط أو الدينامي من أجل حماية حقوق الأطفال. إنني أعيش في لندن، ولكنني أمثل منظمة غير حكومية عالمية مقرها الأساسي بانكوك. هذا التحالف عضوية في أكثر من 120 دولة، ونقوم بطائفة واسعة من النشاطات، وكلها بشكل أو بآخر لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة. ولدينا نشاط عميم باعتبارنا منظمة نمارس الضغط من أجل إعلاء شأن أهداف التنمية المستدامة، وإننا لن نسعد حقا بما حققناه إلى حد الآن، إذ تبين وجود 5 أهداف مستدامة تشير تحديدا إلى مقاصد 4 و5 و8 و16، كلها تشير إلى مقاصدنا. إنني كثيرا ما أشارك في مثل هذه المحافل، ولكن في بعض الأحيان نرى اهتماما بالأطفال، ولكن لا نتجاوز الاهتمام بالحرية. فهل الحرية هي على الإنترنت كذلك؟ الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة هو هدف أساسي بالنسبة لنا. نود بموجب هذا أن ينتفع الطفل بالمزايا التي توفرها الإنترنت، كما هو شأن للكبار في المملكة المتحدة وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فمن الصعوبة مكان أن نتصور كيف بوسع الطفل أو شاب أن يحصل على تعليم كريم وجيد بدون الانتفاع بما تقدمه الإنترنت من مصادر للمعرفة. ولذا هدف التنمية المستدامة 10 يتحدث عن الحد من عدم المساواة بزيادة الانتفاع بما تقدمه التكنولوجيا والإنترنت. أود التأكيد في هذا المقام على ضرورة إغفال أمر. فواحد من كل 3 مستخدمين للإنترنت في العالم هو طفل، أي دون سن 18. هذا يصبح واحد من أصل مستخدمين 2 في العالم المتقدم، وفي بعض المناطق النسبة أعلى بكثير من هذا. وبالتالي فنحن ندعو إلى إعلاء شأن حقوق الإنسان مع مراعاة هذا البعد، إذ نحن ندرك اهتمام واستخدام الشباب والأطفال بالإنترنت، فلا ينبغي أن نغض النظر عن هذه الجوانب. فالإنترنت وكل المستخدمين ليسوا من الكبار، وهذا ليس حقيقة. فالأطفال ليسوا مجموعة هامشية أو مجموعة يستهان بها، بل هي مجموعة هائلة تستخدم الإنترنت. شكرا. هل لي أن أطلب من السيدة موريرا من التحالف من أجل الحقوق والقيم أن تتناول الكلمة؟ شكرا، يسعدني أن أشارك في هذا المقام باعتباري أمثل التحالف الذي يسعى إلى إعلاء شأن حقوق الإنسان، وذلك عند الانتفاع بالإنترنت. هذا وضعناه منذ عام 2004، نعمل على أساس مبادئ حقوق الإنسان والاهتمام بكل المجموعات. ميثاقنا تماشى تماما ومقاصد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع تأكيد على بعض الجوانب التي يهتم بها هذا المنتدى، على غرار بعض القضايا البيئية وحقوق اللاجئين واستخدام التكنولوجيا. ونود التأكيد على الجوانب الابتكار والعمل، وهذا
وارد في ميثاق استخدام الإنترنت البند المادة 43 تتناول حقوق احترام حقوق العمال، تشير هذه الأحكام إلى ضرورة توفير الإنترنت في مواقع العمل. المادة 16 تشير إلى حماية محتوى الإنترنت. فعندما يتعلق الأمر بالابتكار، فمعايير معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية ينبغي أن يعتد بها عند استخدام التكنولوجيا. شكرا. إذا تحدث عن التعليم، هل لي أن أطلب من جانس من التحالف الدينامي الذي يهتم بالمكتبات، هل لك ما تقدمي بهذا الشأن؟ الوصول إلى المكتبات هو الاستفادة من ما تحتويه المكاتب مجانا، والاستفادة كذلك من معارف العاملين في المكتبات الخبراء، وهذا ما نصت عليه خطة التنمية لعام 2030، وهذا يعزز من تنمية المجتمعات المحلية والمجتمعات، ويعزز كذلك رفاه المجتمعات. هذه من الأهداف أهداف التنمية المستدامة، ويمكن للجميع الاستفادة منها، الحصول على معلومات كافية بشأن أي موضوع، أي العمل والتكنولوجيا وغيرها. فالحصول على الإنترنت في البيت يساعد على صقل المهارات وتحسينها، وإننا كتحالف نعمل على تعزيز الاستفادة من المكتبات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. المكتبات والاستفادة مما لدى المكتبات من مراجع يفيد وهو مجان. المكتبات موجودة في كل المناطق، وهي واردة في من بين الخدمات التي تقدمها الحكومات، والحكومات تقدم من ميزانيتها الموارد الكافية للإبقاء على هذه المكتبات. المكتبات تؤمن المعلومات والمعارف التي يحتاجها الإنسان، ومن ثم فيمكن للشخص المعني أن يعزز قدراته التكنولوجية وغيرها. إننا نعمل على تعزيز استفادة المستفيدين من روابط إلكترونية سريعة ومأمونة. نحن نراعي بذلك الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فإننا نعمل كذلك على تعزيز قدرات المنتفعين بهذه الفرص لصنع المواقع والتواصل، ويمكن للأشخاص الذين يستفيدون من هذه الفرصة للتواصل وبناء قدراتهم. الدعم المالي يمكن أن يقدم كذلك للمستفيدين من هذه الفرص لمساعدتهم على إعداد سيرهم الذاتية لتقديم طلبات الالتحاق بمواطن عمل، وهذا يؤمن التنمية في نهاية المطاف. وفي الختام، فإننا نؤيد وندعم الرفاه، ونشن حملات لإعلاء شأن المعلومات، ونعزز انتفاع الأشخاص من الاستفادة من هذه المعارف وهم في بيوتهم. شكرا. شكرا. السيد جيري إليفس، وهو ممثل التحالف الذي يعنى بذوي الإعاقات، تفضل. شكرا نادية، الشكر الجزيل لهذا المنتدى، إذ وجه لدينا دعوة لحضور هذا الاجتماع. أكثر من 100 مليون شخص يشكو من إعاقات في العالم، و1.3 تريليون هي إيرادات
هؤلاء، واثنين فاصل اثنين مليون من هؤلاء الأشخاص الذين يهتمون بذوي الإعاقات يعيشون في البلدان المتقدمة، ف80% من الإعاقات موجودة في البلدان النامية. التنمية المستدامة وأهدافها، وهذه الأهداف تشير إلى الإعاقات 11 مرة، وبالتالي فلهذا الموضوع أهمية. العديد من الأطر الدولية موجودة تتناول الإعاقات، خطة التنمية لعام 2030، العناصر التي وردت فيها هي 15 تتعلق بخطة لعمران جديد يراعي احتياجات ذوي الإعاقات. هذا مجرد أمثلة قليلة عن هذا الموضوع. الجمعية العامة أطلقت يوما عالميا في سبتمبر من هذا العام، في ديسمبر من هذا العام، مكرس للإعاقات، وهذا يستند إلى ما جاء من أحكام في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات. هذه الاتفاقية تغطي كافة مراحل حياة ذوي الإعاقات وتبين حقوقهم. إن استخدام هذه الأحكام كأساس لضمان انتفاع ذوي الإعاقات من القدرات التكنولوجية وتمكين لا سيما الكبار في المجتمعات التي بدأت تتشيخ، اهتمام بهؤلاء. واستنتاجاتنا تبين أن الأشخاص الذين يشكون من إعاقات يمكنهم المساهمة في الرفاه العام، فالرجاء الارتكاز إلى اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بذوي الإعاقات، وينبغي أن نراعي احتياجات الأشخاص الذين يشكون من إعاقات، وبغية تبين احتياجاتهم فينبغي أن تسألوهم هم، وهم أدرى باحتياجاتهم. شكرا. التكنولوجيا الصاعدة، كيف لنا أن نكرسها لتحقيق التنمية المستدامة؟ نعطي الكلمة لكارلا ريس من بلوك تشين، التحالف الدولي من أجل استخدام التكنولوجيا بلوك تشين. هذه التكنولوجيا تؤمن التواصل بين الأشخاص داخل المجموعات السكانية، داخل المؤسسات، وقد استكشفنا هذه الإمكانات لتعزيز مقاصد بعض أهداف التنمية المستدامة. بحثنا على سبيل المثال استخدام هذه التكنولوجيا لتحفيز إنتاج طاقة نظيفة، كذلك شجعنا على إجراء مناقشات بغية التواصل من أجل اكتساب مهارات واكتساب شهادات ولزيادة الشفافية عند فهم ما تقوم به الشركات الخاصة. ثم نعمل كذلك على تعزيز الشفافية فيما يتعلق بما تقوم به الشركات. وعبر مسارات العمل هذه أدركنا أنه هنالك بعض الأشياء التي تعيق أو تشجع التكنولوجيا، وهذا يعزز التواصل البشري إن تحكمنا في ناصية التكنولوجيا بشكل جيد. فلعل تكنولوجيا بلوك تشين يمكن أن تساعد على إحداث آليات جيدة للحوكمة، ونحن عملنا
على وضع البنى الخاصة بحوكمة بروتوكولات البلوكتشين، ونرى أن هذه القضايا يمكنها أن تسخر لعرقلة أو لتعزيز القدرات التكنولوجية. البلوكتشين وحوكمتها قد تسهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وهذا هو العمل الذي نقوم به نحن في هذا التحالف، وأننا نرحب بأي شخص مهتم بالانضمام إلينا. شكرا. شكرا أننا تناولنا هذا الموضوع الخاص بإسهام التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أطلب من السيد بوتنموك لتناول الكلمة. بوتمان، شكرا. الرقمنة تصقل وتحدد ما نقوم به في المجتمعات، فإننا نقوم بهذا العمل في عالم تعززت فيه هذه الاستخدامات التكنولوجية، وبالتالي فهذه المعدات الرقمية موجودة لمساعدتنا، ولكن في بعض الأحيان تصبح خطيرة. فهذا التحالف الذي نعمل فيه هو يسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة باستخدام هذه الأدوات لتحقيق التنمية ولدعم المجتمعات وقطاع الأعمال في المدى الطويل. ومن ثم فالتحدي هو يتمثل في وضع الأدوات الأخلاقية التي من شأنها أن تسخر هذه التكنولوجيا لأغراض مصلحة الجميع. أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثاني، يركز على زيادة عائدات المحاصيل، وعائدات المحاصيل إن ازدادت فإنها قد تستخدم كذلك للاستثمار في التكنولوجيا ولتعزيز سبل الري وتقنيات الري ومكافحة الآفات الزراعية. وهذا هو النشاط الذي تعنى به الأمم المتحدة، وتؤيد هذه المساعي جامعة للعلوم الزراعية في هولندا. فضلا عن ذلك، فيمكن أن تستخدم هذه الأدوات للتنبؤ بتغير المناخ، ووضع نظام للإنذار المبكر عن التسونامي أو غيرها من الكوارث. فكان ينبغي أن ينبئنا نظام من هذا القبيل بالتسونامي الذي طرأ في السنوات الماضية، ولكن لسوء الطالع إن لم نستفد من هذه التكنولوجيا فكيف لنا أن نؤمن فائدتها في المدى الطويل؟ فقد يقول البعض أن إنترنت الأشياء قد تساعد، ولكن البيت القصيد هو الرصد والإدارة والإنذار المبكر وتجميع الأصداء أو ردود الفعل. والأهم في هذا المقام هو بناء القدرات. فهذه التكنولوجيا تكون فائدتها جمة إن طورت على المستوى المحلي، حيث مجمل النشاطات تتم في الميدان، بناء القدرات لدى الشباب واستخدام هذه التكنولوجيات. يمكن تدريب بعض رواد الأعمال على استخدام هذه التكنولوجيا لإعادة شبكة التواصل إذا ما ضربت كوارث منطقة ما. الاستنتاج من الأهمية بمكان أن نفحص هذه الجوانب وأن نقوم بذلك على أساس المعايير التي تقينا من سوء الاستخدام. شكرا مارتين.
هل لي أن أعقب على ما تفضلت به بناء القدرات على الصعيد المحلي؟ هل هذا ينسحب على الدول الكبيرة التي لها اقتصاديات حاجمة؟ أم هل هذا ينسحب على الجزر الصغيرة، البلدان الجزرية النامية الصغيرة؟ أسأل تريسي هاكشوب إذ تتحدث عن التحالف الخاص بالبلدان الجزرية النامية الصغيرة. شكراً. إنني من منطقة المحيط الهادي وأمثل في نفس الآن المناطق الجزرية النامية الصغيرة. 60 مليون نسمة هم عدد سكان هذه الجزر، فهذه الجزر لديها نشاط عميم على صعيد التواصل الإلكتروني، ولذا فلديها اهتمام بالحوكمة، ولكن بعض الجزر لها عدد صغير من السكان، قد لا يتجاوز البعض 2000 شخص، وفي بعض الأحيان هي تشتمل على مناطق نائية وهي عرضة للكوارث الطبيعية، وفي بعض الأحيان الدولة تحتكر بعض التكنولوجيات والاستخدامات، وبعض الأحيان الاحتكار هو من قبل شركات كبرى تسيطر على بعض المجالات. وبالتالي فإن مشغلي البيانات ومشغلي التواصل بالصوت هم عادة يحتكرون كل جوانب الخدمات، لا سيما البنى الأساسية التي هي كثيرا ما تكون قديمة، وثمة عدة مجموعات مستضعفة منها الشباب والنساء والكبار والفقراء والأشخاص الذين يعانون من إعاقات. فضلا عن ذلك فإن البلدان النامية الجزرية الصغيرة لديها حاجة ماسة للاستفادة من هذه التكنولوجيا، و نظرا لاستهلاك الطاقة الكبير في هذه البلدان، فإن الطلب على الطاقة والموارد الطبيعية مرتفع جدا. ففي جزر المحيط الهادي على غرار فانواتو ثمة فجوة كبيرة على صعيد الإنترنت والحوكمة. علينا أن نقر بالتفاوت الكبير بين من يستفيد من هذه القدرات ومن لا يستفيد. ثمة كذلك مشكلة القدرة على تحمل تكاليف التواصل الإلكتروني، وثمة إذن حاجة ماسة لسد هذه الفجوة الرقمية. ولذا فبغية معالجة هذه القضايا، فقادت المنظمات التي تعمل في هذا المجال تشجع حكومات المحيط الهادي وبلدان البلدان الجزرية في المحيط الهادي أن تستعين بخدمات اللجنة المعنية بالنطاق العريض، وذلك لتشجيع هذه البلدان على استخدام التكنولوجيا الإلكترونية بشكل جيد. بلدان المحيط الهادي والكاريبي بوسعها أن تحشد قدراتها معا وتعزز تعاونها. فالبلدان النامية الجزرية الصغيرة ينبغي أن تقيم شراكات فيما بينها لكي تؤمن تحقيق الأهداف، أهداف التنمية المستدامة واحدا تلو الآخر. شكرا. أعطي الكلمة لسوزان هيرين تتحدث عن تطوير المهارات والقدرات. YCIG هي مجموعة متنوعة تضم خبراء في مختلف المجالات، وتغطي من حيث مقاصدها
مختلف أهداف التنمية المستدامة، فهي قائمة على التعلم من النظراء وتحقيق مقاصد محو الأمية الإلكترونية. فبهذه الطريقة نسد الثغرات التي تشكو منها هذه المجتمعات على صعيد التعليم والتعليم المهني، لا سيما وفقا لما تدعو إليه الأهداف التنمية المستدامة 4، 6، و8. ننشئ مدارس للشباب، يكون المشاركون في هذه المدارس متطوعين يعملون في المجتمع المحلي في منطقة إفريقيا وفي على صعيد العالمي. كذلك ثمة مبادرات وبرامج لبناء قدرات الشباب لفائدة الشباب وبمساعدة من الشباب أنفسهم. دييغو تفضل. أود أن أطرح سؤال على مقدم العروض، هل لديكم تعليقات أو ملاحظات تدلون بها عقب الاستماع إلى مختلف متحدثين من التحالفات؟ أعتقد أن ما أقف عنده هو ما أشار إليه المتحدث بشأن تحقيق المساواة. أشار إلى عدم تجميع البيانات بشكل يبين الفوارق بين النساء والرجال. كنا في الدورات السابقة لهذا المنتدى نحاول مناشدة المشاركين تقديم البيانات الخاصة بجنس المشارك أو المنسق وما هي عدد المرات التي يشار فيها إلى الانتماء الجنسي، وذلك لكي نتبين أن مختلف الأفراد بغض النظر عن جنسهم هم ممثلون. فأود أن أبين أنه أن 50% من الأشخاص الذين يملؤون هذه الاستمارات لا يستوفون الشروط التي نطلبها، أي ضمان 50% كمشاركة للجنسين، وهذا لا يؤمن الحوكمة السليمة والمتوازنة للإنترنت. العالم يشتمل على عدة أجناس أو ميول جنسية، فيوجد الذكر والأنثى وأطياف أخرى من المتحولين جنسيا على سبيل المثال. فنحن بحاجة إلى إدراك أمر، ألا وهو أن الانتقاد أو إعابة بعض الميول الجنسية في الحياة الفعلية قد لا يحصل، ولكن على الإنترنت يحصل ذلك ولا سبيل لإيقافه في بعض الأحيان. شكرا. إنني أود التعليق على موضوع الإنترنت الأشياء من الناحية التكنولوجية. على الرغم من رغبتنا في إدراج هذه الجوانب العديدة في إطار الإنترنت، فينبغي أن نتبين كذلك وجود إنترنت أخرى، أي إنترنت التهديدات، وهذه تطرح عدة مخاطر تهددنا. شكرا. تفضلي سيلين. بالنسبة لي فإن بالنسبة لي هي تنوع وتشعب التحديات التي تم رفعها اليوم. فبالنسبة لي يجب أن نوفر الوصول أو التوصيل للجميع، وأن يكون ذلك حسن التوزيع سواء على صعيد نوع الجنس أو على صعيد البلدان. ويجب أيضا الاهتمام من هذا القبيل بالتعليم، لأن ذلك من شأنه فعلا أن يسهل وأن يوفر هذا الوصول أو التوصيل. أندريس، شكرا لك. يا سيلين،
إن أريد أن أعلق على مسألة التحالف من أجل دعم بناء القدرات في بالنسبة لنا في أمريكا اللاتينية. المسألة ليست اليوم فعلا أو ليست هناك من استثمارات هامة جدا فيما يتعلق برأس المال البشري، وهذا ما ينبغي فعلا الانكباب عليه. وبالتالي ينبغي هنا أن نقوم بمزيد من التنسيق، لا سيما على صعيد الحكومات، لأن ذلك من شأنه أن يكون ذا فائدة أكبر. وشكرا، شكرا لأندريس. أمامنا بضع دقائق قبل أن نختم هذه الجلسة، لك الكلمة زميلتي. الباب مفتوح الآن أمام المشاركين لإبداء تعليقاتهم أو آرائهم أو لطرح أي أسئلة. أريد أولا أن أتوجه إليكم إلى المنشطة أساسا عبر الخط. هل هناك من تعليقات أو أسئلة تريدون طرحها؟ أعطي الكلمة لمن لم يتمكن بعد، عفوا الذي لم ينهي كلامه من قبل. فيما يتعلق بالتهديدات، بطبيعة الحال كل تكنولوجيا تنطوي على تهديدات وعلى أيضا فرص ناهزة، وهذا يجب فعلا أن نستخدمه أفضل استخدام. فعلى صعيد بناء القدرات، المسألة لا تتعلق فقط بالتوصيل، ولكن تتعلق أيضا بكيفية إدارة الأمور. لا يجب فعلا القيام بتنفيذ الأمور بشكل عشوائي أو بأي شكل كان، بل يجب أن يكون لذلك تخطيط واضح. شكرا. هل من يرغب بتناول الكلمة لطرح سؤال أو تعليق؟ أعتقد بأنكم لازلتم في فترة ما بعد الغداء، وهذا لا يساعد فعلا على التفكير. Now I'm sorry, I'm a little confused because people are pointing at each other. Sorry. عذرا، كنت أعتقد بأن أحدهم قد رفع يده قبلي. شكرا على هذه العروض المفيدة والمهمة لكل شخص. فبعد الاستماع إلى كل الإسهامات والمداخلات من طرف ممثلي التحالف النشط، فيمكن فعلا استنتاج أو استخلاص ما يمكن القيام به من تآزر أو مضافرة الجهود لحسن فعلا العمل المقبل. هل هناك أي سؤال أو تعليق تريدون طرحه؟ طاب نهاركم ماريان فرانكلين. أريد أن أعقب على ما قاله نايجل، وإجابة على سؤاله، هل يمكن لأي من ممثلي التحالف النشط هنا يمكن فعلا أن يقدم فعلا ما هي التحديات القائمة على الدفاع أو تقديم ما يمكن تقديمه أو ما يمكن أن تقدمه شبكة الإنترنت للاستدامة؟ التآزرات التي يمكن فعلا أن أتحدث عنها، وذلك من لدن خبرتنا، كل أشكال التآزر تنبع أو يجب تركيزها تنبع من التعليم، وذلك لمنح كل فرد القدرة على الوصول إلى الإنترنت واستخدام الإنترنت. وهناك مجال فعلا
مجال آخر لإحراز التآزر هو في منصتنا، فمهما كان نوع الجنس ومهما كان البلد الذي تنتمون إليه ومهما كان فعلا درجة تعليمكم أو يمكن إتاحة الوصول إلى كل هؤلاء مهما كان مستواهم أيا كان. أحاول فعلا أن أرى كيف يمكن أن أجيب على مسألة الاستدامة. لا أعتقد بأنه يجب أن نأتي بصيغة جديدة للأمانة، بل يجب فعلا أن نهتم بكل تلك الأمور التي قد قمنا حتى الآن بالاهتمام بها في السابق القريب، مثل وكيف يمكن فعلا أن نؤمن الحيادية لكل مستخدم. وهذا يعني أن كل مستخدم هو إنسان بشري يتمتع بخبرة خاصة به، أي أن التنوع البشري هذا يجب أخذه بعين الاعتبار عندما يصار إلى تصميم البرمجيات الحاسوبية أو تصميم أي أشكال لها علاقة بالإنترنت. كما وأنه ينبغي بهذا الخصوص، لابد وأن يكون هناك التزام شديد بجانب الحقوق الإنسانية التي ينبع منها حق الوصول إلى الشبكة. هل لديكم، أتوجه إلى الجمهور، هل لديكم أي سؤال أو إلى أعضاء الطاولة المستديرة؟ سيد جيري أليس، يجب أن نعنى بالاختلاف لأن كل شخص مختلف، ولا يجب فعلا أن ننغلق على أنفسنا وأن نضع الشبكة في صومعة، بل يجب أن أخذ بعين الاعتبار كل تلك الاختلافات لكي نجد كل الوسائل اللازمة والسبل التي تمكن كل هؤلاء المختلفين على الصعيد البشري أن تستجاب حاجاتهم على الشبكة من خلال وصولهم إليها. هذا الاختلاف يجب فعلا أن يكون القاعدة والأساس لأي تصميم أو لأي طالب لخدمة عبر الشبكة. فعندما تتوجه إلى المتجر لشراء زجاجة حليب، فسيان إن كنت صاحب إعاقة أم لا، المنتج هو نفسه ومخصص لك. هل لديكم أي تعليق أو أسئلة حول كل التعليقات التي سمعنا إليها الآن؟ هل هناك من تعليقات عبر الشبكة؟ أنا لقد شاركت حتى الآن في عدة منتديات وأنتمي إلى آيكان. أريد بداية أن أقول بأن طبيعة التحالف الناشط ليس فعلا من سبيل الصدفة، بل إنها مجموعة تسعى وترمي إلى التغيير، لا سيما لكي تصبح كل السياسات التي يضعها منتدى حوكمة الإنترنت سياسات نافذة وعلى الأقل قابلة للتنفيذ، أي
أنه يجب فعلا أن نشمر عن سواعدنا لكي نغوص في العمل، لأننا بحاجة لهذا العمل. وأريد هنا أن أهنئ التحالف، كل شعب التحالف الناشط على العمل الذي يقومون به. ففي بداية هذا العام تساءل أعضاء الفريق الاستشاري المتعدد أصحاب المصلحة ماذا ينبغي فعله فعلا للإبقاء على حيوية هذا العمل والمضي فيه إلى خواتيمه. هل تريدون الإجابة على هذا السؤال، أي ما تم فعله أو ما ينبغي فعله للإبقاء على دينامية العمل هذا؟ أنا أمثل التحالف الناشط في حوكمة الإنترنت، في منتدى حوكمة الإنترنت. جوابي هو كيف يمكن، ما هي الوسيلة الفضلة لكي نبقي على هذا العمل الحيوي؟ هذا عمل ناشط وحيوي ويجب أن يستمر، ولا يجب بهذا الخصوص أن ننتقل من فكرة إلى أخرى، بل يجب أن نصب التركيز على الأمور التي نهتم بها كل على حدة. شكرا. ربما كارلا ريس، أعتقد بأنه من طبيعة الإنترنت التغيير، والإنترنت يتغير بشكل مستمر، أي أن التغيير هو فعلا من طبيعة أيضا التكنولوجيا، وهذا لابد وأن نتأقلم معه وأن ندفع الأمور بفضله قدما. السيد برومان، لقد قمنا من خلال منتدى حوكمة الإنترنت خلال السنوات الماضية بنقاش ناجز كيف يمكن فعلا الإبقاء على حيوية هذا العمل. يمكن الحفاظ على هذه الحيوية عن طريق تعميق العمل، فكما قلنا أن الأمن، أمن الإنترنت ضروري لكي نحافظ على حق استخدام هذا الإنترنت، كما ولا بد من الإشارة والتشديد على أن الأخلاقيات والبعد الأخلاقي لاستخدامات الإنترنت هي مسألة ذات أهمية بالغة، وهذه مسألة يمكن الاطلاع أو الاهتمام بها من طرف اليونسكو، من طرف منظمات أخرى وبلدان أخرى أو أي منتديات أخرى. وقد ينبغي فعلا أن نقوم بإعداد أو يصار إلى إعداد بعض البحوث أو دراسات أو طرح الأفكار وتعميقها بهذا الشأن، ولكن أيضا ومن خلال ذلك إدراج أو إدماج المنظمات المختلفة في هذا السياق. أنا فعلا مذهول للبروز الذي يمكنه منتدى حوكمة الإنترنت للمسائل المتعددة التي نهتم بها جميعا. وأعتقد أنها أي أن منتدى حوكمة الإنترنت هو مثل المنتديات العالمية الأخرى، كانت على صعيد المنظمات الدولية مثل الاتحاد العالمي للاتصالات أو غيرها من المنظمات الدولية، فهذا فعلا يمنح عملنا بروزا هاما جدا، ويجب فعلا نحن أن نعمل على دفع ذلك قدما. شكرا جزيلا على أسئلتكم، وأطلب من دييغو الآن أن يقوم يتفضل بتلخيص كل ما جرى من نقاش وأفكار.
لقد كيف يمكننا أن نقوم بذلك؟ لقد تناولنا عدداً وافراً من المواضيع. ما يمكنني قوله هو أنني سعيد جداً هو أن دينامية عمل منتدى حوكمة الإنترنت هي أمر مؤكد، وكما قال عدد منكم هو أننا نريد فعلاً أن ننظر إلى الأمام لنرى لنتبين ما هي الأمور التي يجب أن نهتم بها في المستقبل القريب، وذلك من أجل صوغ السياسات اللازمة للأمور المطروحة. والمسألة ليست مسألة تتعلق بالتكنولوجيا فحسب، فإذا ما أردنا فعلا أن نقوم بتوفير الازدهار وحسن الاستخدام والوصول إلى الإنترنت، فالمسألة تتعلق بالناس، وهذا بهذا من طرفه يتعلق بالتعليم، يتعلق بتعليم الجميع، يتعلم بتمكين كل الفئات المهمشة، أكانت النساء أو أكانوا الشباب. إن التحديات الأساسية هي كيف ينبغي إعداد الناس لدخول حقبة هذا الاقتصاد الجديد. الجميع يعمل فعلا بجد ويتحدث عن كل ما يجري على صعيد التحولات الرقمية والتي سمحت فعلا بتحولات أساسية في عالم الصناعة أو غيرها، ولكن لم نسمع أو لا نسمع الكثير حول كيفية إعداد الإنسان البشر للتأقلم مع كل هذه التغيرات والتحولات. وهذا يعني كيف يمكن فعلا صوغ أشكال الإعداد هذا من خلال التعليم، وكيف تكون أو بالأحرى بأفضل الوسائل الابتكارية الممكنة. ومن بين التحديات الأساسية أمامنا هي التأكد من أن الشبكة ستكون فعلا موضوعة بتصرف أفضل استخدام ولمصلحة كل شخص ولفائدته. وشكرا، شكرا جزيلا. أريد أن أشكر أعضاء الطاولة المستديرة وكل ممثلي التحالف الناشط، وأشكر أيضا المنشطة عبر الشبكة أونلاين وكل من شارك في هذه الجلسة بما فيهم المترجمين، وأشكر أيضا من نظم هذه الجلسة، وأشكر أيضا منسق أيضا مجموعة التحالفات الناشطة. وشكرا جزيلا لكم جميعا.